المواطنين المغاربه بغي يعرفوا شنو الراي ديالك واش ارتحيتي من اللي سمعتي خبر ديال الاعتقال. استاذ ها ما بغاش ديالو ان المواطنين اللي كي عنده حق في انه ما يقدرش في السيره القانونيه ديالو. واش فهمتي ولا لا؟ واش هناك هو التاخير لاعداد المطالب المدنيه؟ الراي ديالو فقط. شوف حنا كندوي على الراي ديالو في الاعتقال. حق مشروع ما قلنا حتى شي حاجه، حنا غير سولنا السيد. دابا هو ما انت ما واحد الا قال كلمه غير زبالي ما تفوتش على 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 ما عارفش يقول لك الصياغه هو ما عارف اللي عارف عاد السيد صافي. حتى الراي هو ما يقدرش يعبر عليه ديالو هو. أنا ما ماشي مشكل صافي شغلو هذاك. اذا كيف شفتوا ما بغاش يتكلم، حنا مشينا عنده رفض انه يتكلم، ما عرفناش شنو السبب. لا لا جاوبتينا ماشي كتجاوب مواقع، كتجاوب مواطنين اللي كيسولوا اشنو واقع لداخل. غادي نجاوب مواطنين دابا دابا ارتاح نفسيا. لا نفسيا وغنجاوبهم ولكن غير ارتاح. ولكن نجاوب حنا من الصباح وحنا واقفين هنا الشمس كتبر فينا وانت دابا شحال ما عبرتينا. وجواب اخر انا 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 بخير وهذاك الشيء هذاك الشيء اللي هذا الشيء اللي غتقول لنا. سي حسن سي حسن كيف كيف شفتوا الجواب ديال الاب الله يحسن العوان فهمتي. الله يحسن العوان يعني ما عرفناش المحامي وصاه 100% كيف قال لنا السيد، قال لك راه ما غاديش يقدر يعبر بالكلام يخاف من زلة اللسان او اي حاجه. نقولوا الله يحسن العوان، القضية ما ساهلاش عنده يعني رزقه ضاع ليه وما عمر ما دخل المحكمة وشحال من حاجة كاينة. المهم نقولوا الله يحسن العوان وغادي نحاولوا نتواصلوا معاه من بعد ونحاولوا نسولوه شنو شنو واش داك الكلام اللي تقال ديال أن البارح كانوا جاو عندو ناس عرضوا عليه مبلغ مالي مقابل تنازل على القضية. هادشي اللي بغينا نصلحوه. سولنا قال لك شغلو هذا. لا ولكن هو ما عرفناش. اذا المشاهدين موقع شفت تي في تبعتوا معنا كان رفض ديال الضحية يتجاوب مع الصحفيين. غادي يخلي واحد كاين واحد التعاطف مع مع الاب ومع الطفل في هذه العملية ديال انه ما يعطيش التصريح وبإعاز منك شوية. قلتي ما عندوش تكييف قانوني للعمليه. دابا وليتي اعاز قانوني. لا انت قلتي يا استاذ قلتي اننا ما بغيتوش يدير التصريح باش ما يعبر لانه ما يقدرش يشرح لك تفاصيل. نعم. العمليه القانونيه. اذا فمن حقه ان حنا بغينا الارتياح ديالو في العمليه، حنا اصلا ضامنين معاه. انا شديتكش باليدك دابا تقول لك بحال لا انا سولتيني علاش جاوبتك علاش قلت لك ان سميتو اش من الواقع بعد علاش قرات ها؟ علاش قرات علاش قرات انا غير اللي بغيت نقول لك مرحبا السيد باقي تحت وطاه الصدمه اولا، ثانيا باقي ما تخابرش مع المحامي ديالو باش يفهم ما يروج اشنا هو بعد المسطره. نعم. باش يقدر يرتب افكاره باش يجاوب. باش تقدر تكون عمليه ديال الصلح استاذ؟ كاين شي عمليه ديال الصلح؟ سؤال فقط، سؤال بريء ما كاين حتى شي حاجه. خرجنا من الجلسه باقي ما عندنا حتى شي حاجه. واش تقدر تكون عمليه ديال الصلح؟ انا ماشي انا اللي كندير الصلح. انت محامي ديال الضحيه. انا ما كنديرش الصلح، انا محامي مدافع. انا محامي ودافع. شكرا سيدي، شكرا لهيئه الدفاع. بارك الله فيكم. مرحبا.
الصباح والله راه في هذيك الايام انا عس ولا كنجري في الله عطرونا زعما غير فهمتي ولا لا. مرحبا. اذا المشاهدين موقع شوف تي في، الرد ديال المحامين اعطاء اي تصريح من طرف الضحيه. الى هنا غادي نكون وصلنا لنهايه المباشر من بن سليمان من امام المحكمه الابتدائيه. بن سليمان قرب لكم الصوره بالخلاصه. السيد الجاني تعتقل من طرف الان كيتوجد في المحكمه وتم الاعتقال ديالو رسميا. غادي يتم ادراج جلسه اللي غادي نتحدث فيها العقوبه الحبسيه او صلح، ما عرفناش الامور القانونيه كيفاش كتكون، ولكن المعطيات اللي عندنا ان البارح كانت مفاوضات يعني مع السيد، جاو عندو اناس اصدقاء اقرب المحيط ديالهم هما بجوج، عرضوا عليه مبلغ مالي، ما عرفناش واش السيد غادي يقبل او غادي يفرض الشروط ديالو ولا غادي يخلي الامور للمحكمه الابتدائيه، الغرامه ثم الاعتقال. هذه كتبقى حاجه ديالو هو، هو حر حر في راسو، اما يطالب بالاعتقال او يتفاهم مع السيد يتنازل ليه ولكن يعوضو على داك الشيء. حريه شخصيه ديالو كنحترمها كيف ما كان الحال. المهم والاهم هو ان الناس جميع المغاربه تعاطفوا معاه وكلهم رفضوا داك السلوك اللي قام به داك الاجنبي. غادي نخليكم ان شاء الله ونحاولوا نرجعوا لمدينه الدار البيضاء، نشوفوا شنو وقع في المدينه المليونيه في زمان كورونا. خلي لكم الراحه والعافيه والسلامه ان شاء الله. كنشكركم على المتابعه والى اللقاء.